أهلا بكم في حلقة جديدة من المهجر، ونبدأ الحلقة بأبرز العناوين. اللاذقية آمنة، هذا ما قرره وزير الداخلية النمساوي الذي كان قد اعتبر أن دمشق ومحيطها مناطق آمنة في أوقات سابقة. إذن عين الوزير على اللاذقية لترحيل اللاجئين السوريين إليها في المستقبل كما قال، في وقت تنشغل فيه النمسا في التضييق أكثر فأكثر على السوريين لديها، ويستمر الاتحاد الأوروبي في بحث سبل جديدة للحد من وصول المهاجرين إلى أراضيه. اعتبر وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر أن منطقة اللاذقية غرب سوريا آمنة، واقترح ترحيل اللاجئين السوريين إليها في المستقبل. وكان كارنر قد صرح في وقت سابق أن قانون الاتحاد الأوروبي لا يسمح بترحيل اللاجئين إلى بلدانهم، إلا أنه من المهم التحدث عن الموضوع للقيام به. يأتي حديث المسؤول النمساوي في وقت تقدم فيه دول أوروبية حلولا جديدة لتسهيل نقل المهاجرين إلى بلدان خارج الاتحاد وفق وكالة فرانس بريس. الحديث عن مناطق آمنة في سوريا أداة بات يمسكها الراغبون بإعادة اللاجئين السوريين أوروبياً، ردد مؤخراً على لسان وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر النائب عن حزب الشعب اليميني الحاكم. كارنر وفي لقاء مع صحيفة ألمانية اعتبر أن محافظة اللاذقية غربي سوريا منطقة آمنة يمكن ترحيل اللاجئين إليها مستقبلاً، بعد أن كان قد دعا سابقاً إلى اعتبار المناطق المحيطة بالعاصمة السورية دمشق مثالاً على المنطقة الآمنة. الحديث هذا عن إعادة اللاجئين يأتي بعد إقرار الاتحاد الأوروبي ميثاقاً إصلاحياً نهائياً للهجرة واللجوء، ستحقق أهداف الاتحاد بما يتعلق بالحد من عدد الوافدين وتقاسم عبئهم بين دول الاتحاد أو مع دول أخرى بعقد اتفاقيات لنقل المهاجرين إليها. وفي سياق ذلك، قد تذهب 15 دولة أوروبية إلى ما هو أبعد من اتفاقية الهجرة، إذ تفيد رسالة حصلت عليها الوكالة الفرنسية بأن دولاً مثل اليونان وإيطاليا وقبرص وهولندا والنمسا قدمت مقترحات جديدة للمفوضية الأوروبية تتضمن تطوير واقتراح وسائل وحلول جديدة لمنع الهجرة ووضع آليات تسمح بالكشف عن المهاجرين في البحر واعتراضهم فيه ثم نقلهم إلى دولة أخرى آمنة خارج حدود الاتحاد. مواثيق الاتحاد الجديدة وما تبعها من اجتهادات واقتراحات أو انتقادات لها لما تحمله من معاناة متزايدة بحق اللاجئين وفق منظمات حقوقية ستبقى معلقة عن التنفيذ حتى عام 2026، وإلى حين تبقى آليات التطبيق محل جدل وحوار بين دول الاتحاد المقبلة بدورها على انتخابات البرلمان الأوروبي، حيث سيلوح هناك حتماً بورقة اللجوء عالياً. في السياق ذاته، دعت حكومات ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم الوضع في سوريا للسماح بالعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، معتبرين أن الوضع في سوريا تطور بشكل كبير. وفي إعلان مشترك قال مسؤولون من حكومات النمسا والتشيك وقبرص والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا إنهم اتفقوا على إعادة تقييم من شأنها أن تؤدي إلى طرق أكثر فعالية للتعامل مع اللاجئين السوريين الذين يحاولون الوصول إلى البلدان الثمانية أو إلى الاتحاد الأوروبي.
من جانبه قال فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة في لقاء على شاشة تلفزيون سوريا إن الحرب في سوريا لم تنتهي بعد، والأمم المتحدة تحاول خلق بيئة آمنة، وعودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية بالكامل. في هذه المرحلة الحرب في سوريا لم تنتهي بعد، والأمم المتحدة تواصل عملها مع الأطراف لخلق بيئة آمنة ومستقرة في سوريا، ولكننا لم نصل إلى هذه النقطة بعد. فبالتأكيد الوضع لا يعتبر كافيا أو آمنا بما يكفي للاجئين ليعودوا بأعداد كبيرة، لذلك نحن نواصل عملنا على هذا الصدد. نحن نثمن بالتأكيد كرم لبنان، ونحن نعتقد أن الظروف ما زالت غير ناضجة لأجل لعودة اللاجئين الآن. هذا وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا باولو بينيرو إنهم يتفهمون قلق الدول المستضيفة للاجئين، ويعملون مع المفوضية لخفض القمع الذي يتعرض له اللاجئون السوريون، إلا أنه لا يوجد نظام سيادة القانون لدى حكومة النظام في سوريا. من المهم أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار مصالح دول المنطقة مثل تركيا ولبنان، والتي كانت بالغة الكرم للشعب السوري، ولمدة 13 عاما واجهت هذه الدول بجهودها دعم وجود هؤلاء اللاجئين على أراضيها. أنا أتفهم أن هناك قلق حول هذا الأمر، ولكن ما يمكنني أن أقوله حول هذا حول الوضع في سوريا هو أنني أو يمكنني أن أتحدث عما هو في سوريا، ولكن لا يمكنني أن أناقش خطط. أنا أدرك وجود خطط لدى هذه الدول الكريمة، ولكن هذا أمر على هذه الدول نفسها أن تقرره. وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أقر ميثاقا جديدا للهجرة واللجوء على أن يدخل حيز التنفيذ عام 2026 كما هو متوقع، لنتعرف إلى أبرز التشريعات الجديدة التي نص عليها في هذه المادة. لم تستطع أصواتهم أن تكبح جماح الراغبين في تقييد شروط الهجرة واللجوء إلى القارة الأوروبية، فها هو الاتحاد الأوروبي يعطي الضوء الأخضر النهائي لصالح اتفاق جديد للهجرة واللجوء، في خطوة تعد ثمرة تسوية صعبة حول موضوع يغذي التوترات والانقسامات بين الدول 27 الأعضاء في التكتل القاري منذ أعوام. التشريعات الجديدة تتضمن تدابير مثيرة للجدل، حيث ستسجل بيانات وجوه المهاجرين غير النظاميين وبصماتهم البيومترية، بمن في ذلك الأطفال اعتبارا من سن 6 سنوات، وقد يتم احتجاز الأشخاص في أثناء عملية فحص طلباتهم، كما تسمح بتطبيق الترحيل السريع على من لا يسمح لهم بالبقاء، حيث ستعالج بشكل أسرع طلبات لجوء الوافدين من بلدان ترفض طلبات مواطنيها بمعدل 80% من الحالات على الأقل، مثل تونس والمغرب وبنغلاديش. الإجراءات المقررة تتطلب إنشاء مراكز جديدة على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية، يجب أن تصل القدرة الاستيعابية لكل واحد منها إلى 30,000 شخص في وقت واحد، وستؤوي بدورها أيضا القاصرين غير المصحوبين بذويهم ممن يعتقد بأنهم يشكلون تهديدا أمنيا، بالإضافة إلى العائلات التي لديها أطفال. ولن يقتصر الأمر على اللاجئين، فقد يتضمن ذلك احتجاز المهاجرين فيها، مع إمكانية اتخاذ إجراءات بديلة مثل فرض الإقامة المنزلية مع قيود معينة. التشريعات الجديدة التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2026 وصفتها 22 منظمة خيرية بينها لجنة الإنقاذ الدولية بأنها تترك شروخا مقلقة في نهج أوروبا تجاه اللجوء والهجرة، وتترك أيضا إشارات استفهام حول كيفية تطبيقها، فبموجبها يمكن إرسال المهاجرين إلى دول خارج الكتلة الأوروبية، لكن بشكل آخر مختلف عن نموذج رواندا التي بدأت المملكة المتحدة تطبيقه.
حول هذا الموضوع أرحب بضيفي أحمد مراد رئيس تحرير مؤسسة النمسا ميديا معنا مباشرة من فيينا. مرحبا بك سيد محمد. بداية تصريحات كارنر وزير الداخلية النمساوي، كيف تبعت هذه التصريحات؟ وأيضا الجالية السورية في النمسا، كيف تبعت هذه التصريحات المتعلقة باعتبار محافظة اللاذقية منطقة آمنة؟ نعم، تحياتي لك استاذ ديما. البداية اسمي احمد وليس محمد. اهلا بك سيد محمد وشكرا لك على قناه سوريا. صراحه تصريحات السيد جيرهارد كارنر وزير الداخليه لا يمكن وصفها الا بانها تصريحات يعني اكثر من شعبه. النمسا وكما دول الاتحاد الاوروبي هلا مقبله على انتخابات البرلمان الاوروبي في الشهر المقبل تقريبا. يضاف على ذلك أيضا أن النمسا مقبلة على انتخابات مصيرية في 29 من نوفمبر المقبل. فما نسمعه اليوم ونشاهده من هذه التصريحات المتكررة وهذه المؤتمرات المكوكية وهذه الجولات يعني المستمرة للسيد السيد نشاهد أن الجميع يتجه باتجاه واحد. أفادها أن أوروبا للأسف لن تعد الحصرية للسوريون وغيرهم. أضف على ذلك جيرهارد كارنر يعني يشدد، ولكن سيد أحمد لماذا اللاذقية؟ يعني في السابق كان هنالك أيضا إعلانات من قبل كارنر وزير الداخلية النمساوي، وأيضا الدنمارك سبق وأن أعلن أن دمشق تعتبر منطقة آمنة، لكن ما سبب يعني إثارة الحديث من جديد تحديدا منطقة أو محافظة اللاذقية اعتبرت منطقة آمنة؟ لماذا يعني ما سبب عودة ذلك إلى الواجهة؟ يعني هي الموضوع، لا اعتقد ان الموضوع هي اللاذقيه بحد ذاتها، يعني كمفرده بحد ذاتها. السيد جيرهارد كارنر وزير الداخليه كان له لقاء على صحيفه المانيه دي فيلت وقال انه لماذا لا نرحل السوريون الى اللاذقيه مستقبلا، لان هي يعني تعتبر او يظهر لنا ان هي دمشق أن اللاذقية آمنة. أنا صراحة هنا السؤال الذي يطرح نفسه، من أين النمسا تستقي تقاريرها حول أن اللاذقية أو غيرها من باقي مناطق سوريا آمنة، ولمن هي آمنة؟ طب الذي يعارض نظام الأسد والذي يعارض منظومة الاستبداد هذه ماذا يفعل بنفسه؟ طبعا هذا الكلام ليس أكثر بصراحة من هراء سياسي وليس أكثر من تصريحات شعبوية تخرج على الإعلام وغيره. صحيفة كلاينت سايتونغ النمساوية اليوم في مقال صراحة ممتاز جدا يعني نشرته على صحيفتها وقمنا نحن بنقله، قالت أن لا يمكن، هذا كلام غير قابل للتحقيق، لأنه بداية عندما تريد النمسا ترحيل أي أحد من المرفوضة طلبات لجوءهم أو من المدانين بأحد الجرائم عليها أن تؤمن وثائق خاصة بهم، وبالتالي وثائق سورية، وبالتالي عليها أن يكون هناك تواصل مع النظام السوري، وهذا ممنوع بحكم العقوبات المفروضة على النظام السوري وغيره. فبالتالي هذا كلام غير قابل. ولذلك هنالك تساؤلات عديدة فيما يتعلق بتسلسل الإجراءات المتخذة بحق اللاجئين السوريين تحديدا في أوروبا عموما وفي النمسا خصوصا، فيما يتعلق مسألة منح الإقامات لمدة عام فقط، وأيضا فرض شروط معقدة على إجراءات لم الشمل. كل هذه يعني التي تزامنت في هذا التوقيت تحديدا، ما دلالة ذلك بتقديرك؟ بالتالي مثل ما تفضلنا سيدة، يعني حتى يضاف على ذلك التقارير التي فتحتم فيها خبر الآن، يعني أن الجميع يحاول خاصة النمسا تعمل على تكريه السوري صراحة بأن يلجأ إلى النمسا، تريد أن يعني تحاصره من جهة تقول له سأقوم بترحيلك إلى اللاذقية وغيرها، ومن جهة أخرى إما لا تمنحه حق اللجوء فهو بالتالي محاصر داخل أسوار النمسا، أو في أحسن الأحوال تمنحه الإقامة السنوية والتي لا يحق له من خلالها أن يحصل على حق لم الشمل عائلته، أبنائه، زوجته أو زوج أو يعني أي أفراد عائلة. فبالتالي تقوم النمسا بالعمل على حصار شديد بصراحة، وتقول برسالة واضحة
أنه لا نريد أحد. وزير الداخلية قبل يومين أيضا في أحد تصريحاته قال أن المهربون اليوم أصبحوا يتجنبوا النمسا، وطالبي اللجوء أيضا أصبحوا يتجنبوا النمسا. فبالتالي النمسا وسياسة حزب الشعب، حزب يمين الوسط، وهو ليس يميني للتصريح من تقريركم، هو يمين الوسط، نجح فعليا في جعل النمسا منطقة غير مرغوبة للاجئين السوريين. فبالتالي هذا الخطاب إن كان شعبويا، إن كان مبنيا على أحلام، إن كان مبنيا على أوهام بموضوع الترحيل، ولكن كما تفضلتي أنت وسألتيني في البداية كيف تلقى السوريون هذه الأنباء وهذه التصريحات، تلقوها بأن من لم يأتي إلى النمسا قال سأعمل كل جهدي أن لا أمر إلى النمسا، ومن زالوا طبعا يفرون من هول ما يحصل في سوريا وفي المناطق المحيطة بها، بصل من المناطق المسيطر بها من جهات متعددة، وما زال اللجوء مستمر، فقالوا لن نمر في النمسا وسنعمل كل جهدنا في لأن لا نمر في النمسا. طيب كيف تتوقع أن يكون موقف الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمقترح إعادة تقييم الوضع في سوريا للسماح بما سموه العودة الطوعية النمسا، ومعها 7 دول تحدثت، دول أوروبية بين تشي من بينها التشيك وقبرص والدنمارك وأيضا اليونان تحدثوا عن إعادة ربما تقييم الوضع بخصوص العودة الطوعية، كيف تتوقع أن يستقبل الاتحاد الأوروبي هذا المقترح؟ هل سيحتضن المقترح أم ماذا؟ 100%. سيدة أنت تفضلتي، هو اسمه مقترح ليس إلا، وبالتالي هذا المقترح لن يكون مقترح زي كما يقال يتيم. هذا المقترح والتعامل مع نظام الأسد مبني على منظومة سياسية متكاملة. يعني هل يوجد إعادة إنتاج لنظام الأسد؟ هل يوجد إعادة احتضان لنظام الأسد؟ هل يوجد دول أوروبية على مستوى الاتحاد الأوروبي طبعا ستقول أن الأسد هو باقي وهو الحل ولا يوجد حل سياسي، وتلغى كل القرارات الدولية التي خرجت بهذا الشأن؟ وبالتالي لا أعتقد أن هذا الموضوع ليس أكثر من مقترح على الأقل ضمن السنتين إلى ال5 سنوات المقبلة. لا أعتقد أن نظام الأسد سيتم يعني بصراحة الاتحاد الأوروبي سيتنازل عن قيم الديمقراطية وقيم التعددية والقيم العليا التي ينادين بها ويعمل عليها ليل نهار أنه سيتعامل مع مجرم من هذا النوع. أضيف على ذلك سيدة اليوم في نفس المقال الذي قلت لك أنه قال أنه يوجد 108 سوري قام أو عاد إلى سوريا طواعية. صراحة هذه الأرقام مربكة، لا نستطيع أن نصفها إلا بأنها مربكة، أي أن وزارة الداخلية كيف تتعامل مع الأمن؟ بما أنه يوجد سوريون لجأوا إلى النمسا وحصلوا على الرفض وأخذوا أغراضهم ورجعوا على بيوتهم، إذا معناته في شيء غلط، إذا في معنى أن البلد آمنة، واللي إجا عم بيقول أنه في حروب، لهذا كلام غير صحيح. طبعا هذا كلام يبقى فردي ويبقى مربك فقط لحالة تصنيف وضع اللجوء لكل طالب لجوء الآن في مرحلة دراسة ملفه. فأما يوجد سوريون عادوا، نعم يوجد سوريون عادوا، يوجد سوريون حصلوا على الجنسية النمساوية وعادوا ودخلوا وزاروا مناطق سورية، نعم هذا الكلام صحيح، والداخلية النمساوية ترصد كل هذه التحركات وبناء على ذلك تقدم تقاريرها. لا يعني أن هذا الكلام هو قانون، ولا يعني أن هذا الكلام سيصبح واقع كما تفضلتي. البرلمان الأوروبي، الاتحاد الأوروبي هو المعني بالتعامل مع نظام الأسد من لا. طبعا يوجد تصرفات فردية لبرلمانيين لسياسيين من أنواع معينة، تمثيل دبلوماسي ما بين النمسا وسوريا. يعني القنصل النمساوي موجود اليوم في دمشق ويتعامل ويلف بصراحة ويتعامل مع بعض مؤسسات النظام. نحن رصدنا أكثر من صورة وأكثر من مشهد للسفير النمساوي في دمشق وهو في وزارة التربية وهنا وهناك ويقيم المجتمع المدني. بصراحة النمسا مع الأسف الشديد تتناغم أو تحاول أن تعزف على وتر التناغم مع نظام الأسد وإعادة تقديمه بشكل أو بآخر على أنه ليس نظام مجرم. طيب كان هنالك يعني نعم. ذلك يتنافى، هنالك أيضا تصريحات نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق تحدث بأن الحرب ما زالت مستمرة لم تنتهي أصلا في سوريا بعد والأمم المتحدة أيضا تحاول خلق بيئة آمنة وعودة لاجئين يجب أن تكون طوعية. أيضا الأمم المتحدة
يعني لا تنسجم مع هذه الدعوات لترحيل اللاجئين السوريين، والمنظمات الحقوقية ما تزال مصرة يعني وتعتبر سوريا غير آمنة، ألا يشكل بتقديرك هذه المواقف ربما حواجز تمنع يعني مرور أي من هذه الدعوات؟ قطعا تشكل حواجز وحواجز عديدة. لذلك نحن ما نراه، ما تفضلنا في البداية، ما نراه ونسمع اليوم ليس أكثر من حملة انتخابية وصراحة، وأن تقوم النمسا والسيد جيرهارد كارنر ومستشاره ورئيس حزبه كارني هامر أنهم يراهنون على الطبقة الضعيفة في هذا المجتمع، على الجانب الأضعف، وهذه بصراحة ليست رجولة وليست مروءة وليست يعني سياسة داخلية أو خارجية عليا تتعامل بها النمسا وغيرها من الدول الأوروبية التي تحاول أن تتناغم مع النظام السوري. فبالتالي كما تفضلت التقارير الدولية والأمم المتحدة وغيرها من الذين يتابعون هذا الأمر وجنيف وما إلى ذلك، أنه لا يمكن التعامل مع منظومة الأسد من مبدأ إعادة التعويم. يعني نحن شاهدنا حتى في على مستوى القمة العربية جاء بشار الأسد نكرة وخرج كنكرة، يعني فعليا هو فعليا اليوم أصبح ليس أكثر من يعني شيء يجب أن يكون أو متواجد بشكل معين بصيغة معينة. أما مع الأسف الشديد النمسا اليوم تنتهج شيء من السياسة الفردية عندما تضيق على اللاجئ السوري، لا تمنحه حق الإقامة الكامل، تمنعه من لم الشمل أو بالأحرى لا تمنعه حق اللجوء أصلا، فبالتالي تخلق مشكلة داخل الاتحاد الأوروبي. ومع الأسف الشديد هذه التصرفات لا يستطيع أحد التعامل معها. قبل أسبوع من الآن منظمة الأمم المتحدة هيئة مناهضة التعذيب وما إلى ذلك أعتقد KRT أو كيت أو هيك شيء تقريبا KAT قالت أن النمسا تمارس الاضطهاد ضد طالبي اللجوء الذين الهاربين من الحروب. فبالتالي النمسا اليوم تتجه إلى المعسكر الشرقي من دول الاتحاد الأوروبي التي لا تعترف لا بحقوق الإنسان ولا بلاجئين ولا بشيء. فبالتالي يا سيدة اليوم الأمم المتحدة تنتقد النمسا جهارا نهارا. قبل فترة أيضا منظمة العفو الدولية انتقدت النمسا بالسياسة الداخلية والسياسة الخارجية أيضا بما يتعلق بملفات. طيب النمسا على ماذا يعني اعتمدت؟ ما المعايير التي اعتمدتها فيما يتعلق بمسألة تصنيف المناطق الآمنة في سوريا؟ أتحداك أستاذة ديما أن يوجد معايير واضحة النمسا اعتمدت عليها. النمسا اعتمدت بناء على تقارير شعبوية تستخدمها فقط للأجندة الانتخابية، لا يوجد أي شيء تعتمد عليه. اعتمدت فقط على ما يبدو بناء على بعض التقارير الداخلية، وهذا التقرير الذي الآن نقوم بنشره عندكم يعني بتصويره عندكم ستقوم الداخلية بترجمته ومتابعته وتدقيق كافة الكلمات. وأنا متأكد أن النمسا لا تستند إلى أي معيار في هذه التصريحات. إذن حزب الشعب يمين الوسط السيد جيرهارد كارنر وزير الداخلية، السيد كارني هامر والمستشار النمساوي يقوم بحملة انتخابية، ليس كما أحمد قاله وليس كما سورة تي في قاله، الصحف النمساوية اليوم تقول ذلك. اليوم الصحافة النمساوية تهاجمهم على هذه التصريحات الشعبوية، يعني حتى الصحف المحسوبة على اليمين لا ترى أن هذا الكلام علمي. كيف علمي؟ كما تفضلت على أي تقارير؟ لا يوجد تقارير سيدتي الكريمة. شكرا. مبدي بناء على آراء خاصة. نعم سيد أحمد مراد أشكرك جزيلا، رئيس تحرير مؤسسة النمسا ميديا، كنت معنا من فيينا، أشكرك جزيلا.